السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو الإجابة على أسئلة المتابعين، أخذت قسم من التعليقات وسويت فيديو خاطر أجاوب على أسئلتكم. التعليق الأول، السلام عليكم، السادس الابتدائي الخارجي الراسب بثلاثة، شنو مصيرهم؟ أولا الخارجيين هم لحد الآن ما انطوهم دخول شامل، يعني بس الخارجيين، ما أعرف ليش. وبالنسبة للصف السادس الابتدائي الخارجي إن شاء الله يعني لكم دور ثاني، راح نسوي مناشدة، وخاصة للسادس الابتدائي الخارجي راح نسوي مناشدة وإن شاء الله تمتحنون دور ثاني. بخصوص الثالث متوسط دخول عام لو بس المكملين، هاي يعني من البارحة واليوم كل شوية نزل فيديو أقول الثالث متوسط بس الخارجين ما انطوهم دخول شامل، ما انطوهم دخول شامل، بس الصباحي والمسائي انطوهم دخول شامل، حتى الراسب والمكمل والراسب كل الدروس يمتحن، يعني يدخل وزاري لكن مو ويا المنتظمين، لا ويا يمتحنون دور ثاني، يعني ويا الدور الثاني يمتحنون. الراسبين نمتحن دور ثاني، نمتحن بكل الدروس لو بس الراسبين بيهم. اعتقد هذا يقصد للصفوف الغير المنتهية، اليوم نزلت خبر الصفوف الغير المنتهية حتى لو الراسب بكل الدروس يمتحن دور، يعني يمتحن دور ثاني. واذا بالنسبة للصف الثالث متوسط، اذا يقصد هذا الصف الثالث متوسط، مثل ما قلنا يمتحن يعني دور ثاني، اذا يقصد على الدخول الشامل، يعني ويا الدور الثاني يمتحن. الخارجي داخلين لو لا، هاي كم مرة قلت الخارجيين ما داخلين وزاري. طالبة الثالث متوسط بنصف السنة راسبة، وهسه من اجى قرار الدخول شامل ما اعرف يمتى امتحاناتنا، شعليش بدي بالنص السنة هسه من اجى؟ اذا انت مو يعني مو خارجي، اذا انت من ضمن الصباحي والمسائي طوكم دخول شامل راح تمتحنون بالدور الثاني، ما نعرف ايش وقت الدور الثاني، يمتى ينطون 5 درجات او 10 درجات؟ ان شاء الله هذه الايام ينطون لو 5 لو 10، وان شاء الله 10 درجات، وان شاء الله هم راح نسوي هذا مناشدة. طالب يريد يمتحن دور اول، اذا واقع بثلاثة او اربعة يمتحن دور ثاني ستردي. اذا تقصد على الثالث متوسط، لا، اذا دخلت وزاري وامتحنت دور ثاني، اذا دخلت وزاري وطلعت بالوزاري يعني بثلاثة او اربعة، هنا 4 دروس، الا يعني ما تمتحن الا طالع بدرس او درسين تمتحن، واذا بصفوف الغير المنتهية اي تمتحن حتى لو طالع بكل الدروس تمتحن دور ثاني. أنا مكملة بالرياضيات، هم يحسبون درجات الكورس الأول وراح نمتحنها بشهر التاسع، راح تمتحنون بشهر، أنتوا ما أعرف تقصدون يا صفوف الغير المنتهية، أي تمتحنون بشهر التاسع أو بداية العاشر. الرياضيات طبعا يقسموها ويجمعوها وتطلع النتيجة. ماكو 10 درجات للسادس الابتداء الخارجي، لا الخارجي قلنا 5 درجات، والخارجي اكو دخول، الخارجي ماكو دخول. اول متوسط مكملة بالانجليزي 40، هل ان شاء الله ينطون 10 درجات وتخلص من الانجليزي، واذا ما انطوا 10 درجات، اذا انطوا 5 درجات للصفوف الغير المنتهية، لا تمتحن دور ثاني. صحيح دمجوا التاريخ، نعم البارحة نزلت خبر بأنه سووا كتاب التاريخ والجغرافيا والوطنية كتاب واحد بالنسبة للصف الثالث متوسط، كتاب واحد اسمه اجتماعيات، يعني لا تقرون الـ3 كتب. أنا أول متوسط معيدة بالرياضيات والإنجليزي، أنجح لو أمتحن. هو شنو؟ إذا طوش دور ثاني، إذا طوش يعني 10 درجات الإنجليزي راح يشيلونه، تمتحنين بس بالرياضيات لأن ماخذة 35، وإذا ما انطوا 5 درجات تمتحنين اثنيناتن بشهر هذا، بشهر نهاية التاسع بداية الخامس، بنهاية التاسع بداية العاشر. هاي خلص تعليقاتكم، بالتوفيق.